السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في أحسن الأحوال. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أش أخباركم؟ شكرا على كاع الكومنتيرات الزوينين اللي كتصيفطوا ليا واللي كيخليوني نزيد مازال نبحث ونقلب ونعطيكم محتوى هادف. الفيديو ديال اليوم بحكم طبيعة العمل ديالي واشتغالي مع الأطفال، أول مشكل كنلقاوه أنا والزميلات ديالي اللي تنحييهم كل واحدة بسميتها وتنقول ليها الله اللي غادي يجازيكم كاملين على المجهودات اللي كديروا مع وليدات الناس. اذا المشكل اللي كنلقاو حنا كاملين كاساتذه هو نقص التركيز والانتباه عند الاطفال، واكيد حتى نتوما كامهات كتلاحظوا هذا المشكل وتتعانيوا منه مع الاطفال ديالكم. اليوم جبت لكم مجموعه من الحلول والانشطه اللي غادي تنمي مهارات التركيز. تابعي الحلقه حتى الاخر، ما تنسيش تخلي لي جيم الى عجبك المحتوى وضغطي على الاشتراك باش يوصلك كل جديد. مرحبا بكم من جديد في القناة ديالي، وربي واستمتع. مجموعة من الناس كيظنوا باللي نقص التركيز راجع لنقص في ذكاء الأطفال، ولكن لا، التركيز بحال أي عضلة نقدروا ننميوه ونمرنوا الاطفال بمجموعه من الانشطه. قبل ما نشوفوا هذه الانشطه اللي كتنمي هذه المهاره ديال التركيز، لازم علينا نتاكدوا من مجموعه من الامور. اول حاجه النوم الكافي. باش الطفل يركز في الصباح خصو يكون ناعس مزيان في الليل، على الاقل 9 ساعات ديالو خصو يكون ناعسها باش نضبطوا الساعه البيولوجيه وباش الهرمونات ديال الراحه اللي كتفرز بالليل تفرز بشكل طبيعي وينوض نشيط وعقله حاضر ومركز. ثاني حاجة، لا بد من تنظيم وقت الطفل، وقت النوم نوم، ووقت اللعب لعب، ووقت الدراسة دراسة، ووقت التلفاز تلفازة، ولا حب هذا يكون حتى الويكند تلفازة حتى الويكند، او لا واحد نصف ساعة يوميا. وعلاش لا يكون عنده واحد الجدول كيحدد ليه الانشطة اليومية ديالو؟ علاش؟ حيت الا ما كانش الوقت ديال الطفل منظم غتكوني كتراجعي معاه وهو تفكر في اللعب، بينما الا نظمتي ليه الوقت غادي يولف يركز في الوقت المخصص للمراجعه ديالك معاه. ثالث امر، الابتعاد على مشتتات الانتباه. الوقت اللي كتكوني كتراجعي مع الطفل ديالك طفي التلفازه، حيدي التليفون، والاضاءه تكون كافيه. داكشي اللي قلنا على التلفازه كينطبق على باقي الشاشات، التليفون والطابلات، كل ما بعد عليها كل ما مزيان. نخليوها حتى لاخر الاسبوع ونحدوا لها وقت محدد، وكل ما بعد عليها خلاص كاع في مره. من الاحسن باش القدرات العقليه ديال الطفل ديالك ما تقاسش والتركيز ديالو يتطور. سيدتي، ما تظنيش انني ملي كنتكلم على التركيز كنتكلم فقط على الدراسه ديال الطفل، انا كنتكلم على التركيز بصفه عامه، القدره ديال الطفل على تنميه مهارات التركيز. اذا من الحوايج المهمه ايضا التغذيه السليمه، حافظي على نظام غذائي سليم في اليوم بكامله. خلال اليوم ديالو خاصو ياكل وجبات اللي مندرجه في المجموعات الاربع: الخضر والفواكه، البروتينات، النشويات، الالبان، المشتقات ديالها. ضروري خلال اليوم بالكامل ديالو يكون خدا وحده من هاد المجموعات، وحده من الاشياء، ياكل خضر، ياكل بروتينات، ياكل نشويات، وياكل الالبان والمشتقات ديالها. كما انه كاين مجموعه من الاغذيه زياده على نظام غذائي سليم اللي سبق وتكلمت لك عليه ومتوازن، كاين اغذيه تقوي الذكاء بحال مثلا المكسرات وخصوصا القرقاع، وبحال مثلا الاسماك الدهنيه بحال السردين وبحال السلمون، اضافه للحبوب الكامله القمح الشعير او الشوفان، الحبوب الكامله بصفه عامه، زائد الخضر الورقيه بحال مثلا السبانخ. هادو مجموعه من الاغذيه زائد نظام متوازن كيف ما قلت لك كيزيدوا من التركيز. نمر لنقطة مهمة أيضا، هي ممارسة الرياضة على طول السنة ماشي غير في الفترة الصيفية. الرياضة كتخلي الأكسجين يوصل بسرعة للدماغ، وهذا الشيء راه كيعاون بزاف في تقوية القدرات الفكرية ديال. تابع نقطة، طقس
تقسيم المهام الكبيرة. إلا كان عند الطفل ديالك واحد ربعة ديال التمارين مثلا ونتي كتراجعي معاه خصو يخرجها، خليه يخرج جوج، قولي ليه يخرج جوج ديال التمارين، أعطيه فرصة للراحة، عززي ليه، قولي فرحي به، فرحي بالإنجاز، قولي ليه برافو عليك أنجزتي جوج ديال التمارين، يحس بالإنجاز دياله، من بعد ينجز، من بعد الراحة ينجز جوج تمارين أخرين. يعني تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة. وصلنا لآخر نقطة، نتأكدوا أن الطفل ما عندوش مشاكل صحية والصحة دياله مزيانة، حيث المشاكل الصحية كتأثر على التركيز بزاف، بحال مثلا المشكلة تاع أنيميا والمشكلة تاع حساسية الصدر. الطفل ما كينعش بالليل مزيان أكوز ديال هاد الحساسية ديال الصدر، وفي الصباح راه بطبيعة الحال ما غاديش يقدر يركز. كل هاد المعلومات أنا خديتها لكم من عند طبيب أخصائي الأطفال، غتعاونكم بزاف تحسين التركيز ديال الأطفال ديالكم. دابا ندوزو الأنشطة اللي وجدت لكم واللي توفرت كاع الشروط، إلى توفرت كاع الشروط السابقة ودرتو هاد الأنشطة غتبداو نتوما تلاحظوا الفرق في وليداتكم وغيتحسن التحصيل ديالهم الدراسي والتركيز ديالهم. النشاط الأول، غادي نحتاجو الكرة، أنا خديتها على هاد الشكل في اللون الأصفر، ايموتيكون ضاحك باش تثير انتباه ديال الاطفال. غادي نطلب من الطفل انه يثبت شوفه، يركز في الشوفه بحال هكا لواحد المده ديال 20 ثانيه. من بعد مني ندربو على 20 ثانيه ندوز ل 30 ثانيه، وغدا وكنرفع التحدي وغدا وكنرفع الوقت. هاد التمرين مفيد بزاف للاطفال باش يركزوا في الاشياء اللي كيخدموا عليها، ومن بعد غيوليو يلاحظوا المكونات ديال داك الشيء اللي كيشوفوا فيه. نشاط ممتاز وسهل جدا. بطبيعة الحال عند نهاية النشاط ما تردوش انكم تسولوا الاطفال ديالكم مجموعة من الاسئلة على داك الشيء اللي قلتوا لهم يلاحظوه، بحال مثلا اللون ديال الكرة، لون الأعين ديالها، واش هي مثلا ضاحكة أو لا تخيست مثلا حزينة، هنا اللون مثلا ديال الجو ديالها. إذا مجموعة من الأشياء اللي طلبتوا من الأطفال ديالكم أنهم يلاحظوها، من يكملوا الملاحظة سولوهم على داك الشيء اللي لاحظوه. النشاط الموالي غادي نستعمل بحال هكا كيف ما شفتوا، خديت قطعه ديال الكرتون وخديت هاد الغطايات هادو ديال لانجيت بحال هكا، ولصقت فيهم صور ديال حيوانات. انا خديت غير ربعه على حسب السن تاع الطفل ديالكم، تقدروا تزيدوا ترفعوا التحدي، دائما كنبداو باشياء بسيطه وكنرفعوا التحدي على حسب السن ديال الطفل ديالنا وعلى حسب فين وصل معنا في الخدمه ديالنا معاه على التركيز. اذا هنايا كيف ما كتشوفوا درت صور بحال هكا ديال مجموعه من الحيوانات بحال هكذا، وغادي نطلب منه تقدروا ديروا صور ديال بزاف ديال الاشياء ماشي غير الحيوانات، ولكن الحيوانات انتما كتعرفوا الاشتغال بالحيوانات قريب بزاف للاطفال. اذا هنا بهذا الشكل هذا كنبدا نسد، كنخليه يشوف، هنا كنخدم على الذاكره البصريه، كنخدم على الذاكره البصريه، خصو يعقل على اللي شاف. اذا بعد ما كيشوفهم باربعه نقدر نسد جوج بجوج في المستوى الاول، ثم نسدهم باربعه في المستوى الثاني، ونقول ليه شنو الصوره اللي كاينه هنا، شنو الصوره اللي كاينه هنا، شنو الصوره اللي كاينه هنا، شنو الصوره اللي كاينه هنا. من بعد نزيد رفع التحدي اكثر، قلنا اننا نضيفوا العدد ديال الصور، ونقدروا ايضا اننا هنا في الغلاف ديال هاد الغطايه هادي ديال لانجيت نديرو صوره مختلفه على الصوره اللي كاينه هنا لداخل. كيف ما كتشوفوا مثلا هنا عندي بطه، ندير هنا الصوره ديال حصان باش شويه نزيد المستوى ديال التحدي ديال التركيز. واخا كيشوف حصان يعقل على ان لداخل كاينه بطه. هذا نشاط ممتاز جدا لرفع التركيز عند الاطفال. واحد اخر، غادي نحتاجو جوج ديال البطاقات على هذا الشكل، انا خديت اوراق عاديه غادي نلصقوا فيها مجموعه من الحيوانات، الصور ديال مجموعه من الحيوانات، ولكن بطبيعه الحال ما يكونوش بنفس الترتيب. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا الطائر، هنا عندنا
بالطريق يعني ما يكونوش بنفس الترتيب باش نصعب شويه المأمورية ونخليو الطفل ديالنا يفكر اكثر. اذا المطلوب انه يعرف ليا الاختلاف اللي كاين في الصور في البطاقات بجوج، شنو هو الحيوان اللي كاين في هذه الصوره وما كاينش في هذه الصوره. بطبيعة الحال نقدروا نرجعوا هذا النشاط يعني اجمل الى خدمنا معاه مثلا على الاصوات، نخدموا مع الاصوات الحيوانات مثلا، نقول له الصوت ويقول لنا ديال اي حيوان. نخدموا معاه ايضا، غينفعنا هذا النشاط نخدموا الاسماء ديال الحيوانات باللغتين العربيه والفرنسيه باي لغه. هاد النشاط هذا كيطور لنا مهارات المقارنه وكيكشف لنا الاختلاف، يعني نشاط ممتاز لتطوير الذكاء ديال الطفل، يقارن لنا يكشف لنا الاختلافات بين جوج ديال الاشياء باشياء اللي هي بسيطه كيف ما كتشوفوا بحال هكا. نقدروا نتعلموا بزاف ديال الحوايج، نطوروا مجموعه من المهارات. انا هادو فقط افكار كنقول لكم، وانتم من خلال الشغل ديالكم مع الاطفال راه غادي تطوروا الافكار، غادي تطوروا الافكار، غيوليو بانوا لكم افكار جديده. نتمنى ان هذا النشاط يكون مفيد. نمر للنشاط واحد اخر موالي، غادي نوضع للطفل ديالي مجموعه من الاشياء مختلفه ونطلب منه انه يركز مزيان ويلاحظ هذه الاشياء. من بعد نطلب منه انه يغمض العينين ديالو ونزول شي حاجه، ونطلب منه يقول لي اشنو الاشياء اللي تبدلات، شنو هو الشيء اللي زولنا. نقدروا ايضا اننا مثلا شي غرفه هكا، هذه فايت درتها مع مع التلاميذ ديالي في واحد الحفله وكانت ممتعه بزاف، ان يلاحظ الفضاء كامل، يلاحظ الغرفه اللي دخل ليها مثلا وتحيد شي حاجه من ديك الغرفه، وطلب منه انه يخبرك اشنا هي الحاجه اللي زولت. يعني هذا نشاط ذهني ممتاز جدا. نقدروا بطبيعه الحال نرفعوا التحدي، في الاول مثلا نبداو غير بثلاثه الاشياء وحنا غاديين نزيدوا العدد ديال 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 الاشياء. واحد اخر، هنا عندنا ثلاثه ديال لي كوبلي، غادي نحط شي حاجه بحال هكا غادي نخبيها في لي كوبلي. في الاول غنبدا غير بجوج ديال لي كوبلي، اذا ونحاول نطلب من يشوفها، ها هي هنايا في المخبيه، نحاول نطلب من الطفل انه يركز ثم حركه مثلا لعب بحال هكا، نغير المكان ديالو نقول ليه يلا فين هي فين بلاصه، هنا ولا هنا. من بعد نضيف نزيد ثلاثة، يعني غادي نترفع التحدي كيف ما شرحت لكم على حساب السن ديال الطفل، على حساب فين وصلنا معاه في الخدمة، على حساب يعني على حساب المستوى ديالو. اذا مجموعه من الاشياء غادي نترفعوا بها التحدي. اذا كيف ما كتشوفوا هكا، نبدل دائما في اطار من المرح، في اطار من اللعب، كيتعلم تيركز، ولكن راه تيلعب راه مستمتع بهذاك الشيء اللي كيقوم به. على بالك حنا كنلعبوا، حتى حنا راه كنستمتعوا في القناه ديالي وربي واستمتع. كثيره جدا والافكار كثيره جدا، انا حاولت نجمع لكم مجموعه من الانشطه اليوم. هنا البطاقات، عقدت على البطاقات اللي كنت خديت في الفيديو ديال المشتريات، رجعوا ليه في القناه ديالي. قلت لكم انه هذوك المشتريات راه غندير منهم بزاف ديال الاشياء. اذا هنا كيف ما كتشوفوا بطاقات اللعبه هي جدني، فايند مي، تروف موا، فهمتي؟ يعني غادي نحط ليه مجموعه من البطاقات. في الاول غادي نبدا مثلا غير بربعه، وانا غاديه سته سبعه، غدا وترفع عدد البطاقات. اذا هنايا غادي نقول ليه بسرعه خاصو يلقاني على من كنتكلم، انا قطه مثلا، انا هي القطه خاصو يلقاني بسرعه، انا خوخ مثلا يلقاني، انا طائر، انا مطرقه. المفروض في هذا اللعبه هذه او هذا النشاط هذه، هو ان هذا النشاط هذا هو انه يلقى بسرعه، يعني كتطور ليه الملاحظه والتركيز. غادي نقلب هاد البطاقات بحال هذا الشكل كامل، وغادي نقول ليه
تخوف موا لقاني انا هي مثلا الخوخ، فين هي الصوره ديال الخوخ؟ بحال هذا الشكل كاين مجموعه من النشاطات. راه القدرات اللي كنقويو في الاطفال يعني في الذكاء ديالهم بصفه عامه، ماشي غير القدره على التركيز، تقويه الانتباه، التفكير والادراك، الاستيعاب، نطوروا ليه التخطيط، نطوروا ليه التحليل، يفهم الامور الصعبه، يحل المشكلات، يستفد من التجارب. الذكاء الموسيقي، الذكاء الرياضي، بحال مثلا الذكاء الموسيقي والذكاء الرياضي، نقدر مثلا ندير بعض الحركات الرياضيه ويقلدني. شتي فداك التقليد ديالو راه كيطور الذكاء ديالو، تزيد تنمى التركيز ديالو. داك التقليد اللي كيقلل داك الحركات، مثلا نقدر نخدم غير باليد ديالي، مثلا نضع يدي بحال هكا بجوج ونبدا مثلا ندير بعض الحركات بحال هكا، وهو خصو يقلدني. مثلا هكا نحل هادي، نقطع هادي، نسد هادي بحال هكا، وهو خصو يقلدني. يعني التناسق الحركي، كنخدم على التناسق الحركي. شفنا الذاكره البصريه، خدمنا على الانشطه اللي كتخدم الذاكره البصريه. بالنسبه للاستفاده من التجارب، نقدر نحكي ليه واحد القصه ويعاود يستردها ليا. اذا هنا عاوتاني يعني غيستافد من التجربه اللي كاينه في الحكايه ويعاود يسرد ليا هذيك. راه عاوتاني مهاره اخرى. شنو غادي نقول لكم؟ مثلا قلنا يقلدك في حركات، في الرقص، في الحركات. شنو اخر؟ يعني مجموعه من الانشطه، ما عرفش. مثلا النشاط ديال مثلا ملي تكوني غادي معاه مثلا في الشارع اولا مثلا حتى في البيت، في واحد اللحظه قولي ليه صمت وحاول تقول لي اشنو هما الاصوات اللي كتسمع دابا. مثلا كان صوت ديال العصفور، صوت ديال سياره دايزه، صوت ديال، قول لي الاصوات اللي كتسمع دابا. هذا راه تمرين ممتاز جدا. الانشطه كثيره جدا. اذا الاشتغال راه انت يساس، انت اللي بيدك انك تطوري التركيز ديال الطفل ديالك. بغيتوا انشطه اخرى؟ عندي مازال انشطه كثيره، قولها لي في الكومونتير، ندير لكم فيديو اخر. ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف، ديجا هذا راه غيجي طويل. كنتمنى انه ما يكونش ممل، يكون ممتع. خدموا هذه الانشطه مع وليداتكم في الدار. كاين واحد النشاط اخر زوين بزاف اللي ساهل تقدري تقولي يعني وانت معاه يعني في الدار، هي نشاط المهام المتعدده. هذا النشاط ديال المهام المتعدده غادي تقولي ليه مثلا يمشي للمطبخ ويجيب لك مثلا، في الاول غيجيب لك مثلا اعطيني مثلا ملعقه في مثلا في البلاكار مثلا الفوقاني، وجيب لي مثلا صحن من البلاكار التحتاني. هكا مهام متعدده، تعطيه مجموعه من الاشياء وهو خصو يمشي يجيبها. مثلا جيب لي المعلقه الحمراء اللي كاينه مثلا في البلاكار الثالث مثلا. هذا النشاط مهم جدا، يعني ها انت كتبني التركيز باشياء اللي هي يعني اشياء بسيطه، وانت غير كتكلمي معاه. راه انت كيف ما قلت لك، انت هي اللي كأم، انت اللي غادي تبني تقوي هذه المهاره هذه ديال التركيز. زائد غير سيليه المعتقدات الصحيحه في الذهن ديالو، ما تكذبيش عليه. الا سولك على شي حاجه اعطيه الجواب الصحيح ديالها. اي حاجه سولك عليها اعطيه الجواب الصحيح. ما عمرك ما تقارنيه باصدقاء اخرين، دائما قولي ليه اشياء ايجابيه. انت ذكي، انت مركز، هذه واحد القيمه اللي مهمه بزاف. لازم انك تقولي ليه انك ذكي، انك انت الطفل كتركز بزاف، انك هاد الاشياء الايجابيه راه كيقتنع بها من كثر ما كيسمعها، كيقتنع بها. ربيه على ان الثقه بالنفس كتساوي النجاح في الحياه وفي الدراسه. راه هذا واحد الشيء مهم. هاد الاشياء اللي كنعطيو للاطفال ديالنا بالكلام راه هي اللي كتربي لهم، كتقوي لهم القدرات الفكريه ديالهم، التركيز وغيره. ما تنسيش كل ما تعاملتي بهدوء وبذكاء مع الطفل غادي تزيدي من قدرته على التركيز. الحوار ديالك معاه جزء كبير من تقويه قدراته الفكريه. راه ماشي غير جاو وقالوا الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراف. اذا كنتمنى الفيديو ديالي يكون نافع بزاف، تكونوا استفدتوا معايا، تكونوا استمتعتوا معايا نتوما والاطفال ديالكم. علاش لا جلسوا وتفرجوا في الفيديو نتوما والاطفال ديالكم، خليو ليا كومونتير قولوا ليا كي جاكم الفيديو. دمتم بخير والى اللقاء.